الباطنات صاحب الجلاله يخاطبكم. خطاب طورة الملك والشعب هو امتداد لخطاب العرش الأخير، وبالتالي فجلالة الملك جدد التأكيد على اللجنة التي سيتم تعيينها وتكليفها بتقديم اقتراحات بخصوص النموذج التنموي المغربي. طبعا حدد لهذه اللجنة ثلاث مهام أساسية، وبالتالي فهذه الأبعاد الثلاثية أولا تقويمية استباقية واستشرافية، بمعنى أنها ستقف على مكامن الخلل ثم ستحاول أن تقدم مجموعة من الاقتراحات التي تكون استباقية لكل احتقان اجتماعي، كما أنها ستكون استشرافية بمعنى أنها ستعتمد على عشرية أو عشريتين بالنسبة للنموذج التنموي يبقى ساري المفعول. جلالة الملك طبعا أكد بأن المواطن المغربي سيبقى دائما هو في صلب التنمية، وبالتالي على جميع الأحزاب والمؤسسات والدولة والقطاع الخاص الانكباب والالتقائية بمعنى تشاركية، بمعنى أن تكون لدينا مقاربة تشاركية للقيام بالواجب. خطاب اليوم هو كان استمرار لخطاب العرش، اللي هو خطاب تأسيسي، خطاب بنائي. النقط التي تم تدارسها حول النموذج المنشود، النموذج التنموي الجديد التقويمي والاستشرافي، نموذج خارطة نحو المستقبل، مع كل النقط التي دعا إليها صاحب الجلالة منذ البداية للاهتمام بها، مع إشراك الجميع في تطلعات الشعب المغربي من أجل تحقيق التنمية المنشودة، قصد وضع المملكة المغربية في مصاف الدول المتقدمة، وهذا كله في إطار استخدام ما يسمى بالذكاء الجماعي، وفي إطار الإنصات لنبض الشارع وإنصات للشعب المغربي الذي يسبو إلى أن تكون دائما هذه المملكة في مصاف الدول المتقدمة. نعتبره تتم الخطاب القوي بمناسبة عيد العرش المجيد، أنه مواصلة المشاريع الكبرى، منها الشباب لأنه كيعاني بواحد نسبة كبيرة ديال البطالة، وكيركز على التكوين المهني، مواصلة التكوين المهني، وكيصر على ديك اللجنة ديال الكفاءات لأنه غادي تكون في قريب العاجل في الدخول السياسي ديال ابتداء من شتنبر الحالي. إذا كان خطاب قصير، ولكن كانت يعني رسائل كبيرة موجهة، ونتمنى أنه تفعيل المسؤولية الآلية ديال المسؤولية بالمحاسبة أنه خصها تفعل. التكوين المهني هو اللي ركز عليه صاحب الجلالة، بأن باش زعما الشباب يندمج في هذا القطاع وباش يعطي للبلاد شي حاجة اللي تفيده المستقبل إن شاء الله، والعالم القراوي ولا الهشاشة اللي كاينة ولا مجموعة كلام زعما اللي صاحب الجلالة عطاه لنا يعني كدرس ناخذوه لجميع الشباب وجميع الأمة تاعنا. المضامين خطاب يبشر بالخير وكله خير إن شاء الله بجد الله، وستكون هناك حسب المبشرات ستكون هناك متابعة لنهابين المال العام إن شاء الله بجد الله، وهناك قائمة على ما علمنا من بعض الصحف التي راها يعني ممنوعة من السفر خارج الوطن، وسيكون إن شاء الله خير، وهذا الخطاب إن شاء الله مبشر بالخير. رسالتهم قويمتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.